أسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله بختر. والبداية من غرفة الأخبار بصحيفة الأيام، حيث نشرت خبر بعنوان الحوثيون لدينا مخزون عسكري استراتيجي ورثناه من دولة الجنوب. وقالت الصحيفة أن المتحدث باسم القوات الجوية بالجيش اليمني الموالي لجماعة الحوثي العميد ركن طيار عبد الله الجفري كشف أن الجماعة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الأسلحة ورثتها من دولة الجنوب. وأضاف حسب ما ذكرت الصحيفة: نؤكد للعالم بأننا لن نستجلب من أي دولة، ولدينا مخزون استراتيجي عسكري سواء من دولة جنوب اليمن قبل الوحدة أو من دولة شمال اليمن أو ما بعد الوحدة. لدينا الكثير من الأسلحة يتم تطويرها وتحديثها. تناول صحيفة الأيام خبر بعنوان البحث الجنائي يفرج عن المتهم الأول باغتصاب طفل المعلّى. وجاء في الخبر أن مصدر مقرب من الطفل اليتيم الذي تعرض لاغتصاب نهاية الشهر الماضي من قبل 8 أشخاص أفاد لصحيفة الأيام بأن إدارة البحث الجنائي بعدن أفرجت عن المتهم الأول بإجرام مخالف للقانون. وأوضح المصدر نفسه أن البحث الجنائي أفرج عن المتهم الأول تحت ذرائع صحية وتقارير طبية وبتساهل من المحقق الذي يتولى القضية في البحث. وأضاف المصدر: نناشد مدير عام أمن عدن ورئيس البحث الجنائي والنيابة العامة وكل جهات الاختصاص باتخاذ اللازم قانونا وإعادة المتهم الأول والرئيس إلى الحجز واستبدال المحقق المتولي لملف القضية وكاتبه بمحقق أكثر قدرة وكفاءة وحيادية. قال صحيفة الأيام في خبر خاص أن مصدر طبي أكد ظهور عدد من حالات الإصابة بالكوليرا في منطقة الصومعة بمديرية الحد في يافع، مبينا أن هناك 5 وفيات تم رصدها خلال اليومين الماضيين نتيجة انتشار المرض بالمنطقة. وفي تصريح خاص لصحيفة الأيام أفاد الدكتور حسين الفردي مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بالمديرية بأن هناك 4 حالات إصابة بالكوليرا لا زالت تتلقى العلاج في ظروف صعبة جدا، موضحا أن تسرب مياه المجاري في الأحياء السكنية يعتبر السبب الرئيسي في انتشار المرض. وناشد مدير مكتب الصحة بالمديرية الجهات المعنية بوزارة الصحة ومكتبها بمحافظة لحج وكل المنظمات العاملة بمجال الصحة سرعة إغاثة مديرية الحد ودعمها بالأدوية والكادر الطبي لمعالجة المصابين ومحاصرة الوباء ومنعه من الانتشار إلى مناطق أخرى من المديرية البالغ عدد سكانها نحو 80,000 نسمة. وإلى موقع عدن الحدث، حيث نشر تقرير خاص تحت عنوان جهود الإمارات في محاربة الإرهاب لا ينكرها إلا جاحد ولا تغطى عين الشمس بغربالة. وفي التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت لوضع الحلول لمحاربة الإرهاب في اليمن في المناطق المحررة وأبرزها مناطق الجنوب، فتمت عملية تجنيد أبناء المناطق التي تعاني من جماعات التطرف والإرهاب في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت كالنخبة الشبوانية والحضرمية والحزام الأمني في عدن وأبين، ودعمها بكافة الإمكانيات من تدريب وتسليح ودعم لوجستي وبإشراف مباشر. كما أن هذه الخطوة لاقت استحسان من الرئاسة اليمنية ومباركة من الرئيس عبد رب منصور هادي، فإن استهداف الإمارات العربية المتحدة من قوى الإرهاب المختلفة جاء بعد انتصاراتها المتواصلة ضد الجماعات الإرهابية في اليمن واستمرارها في حربها ضد الإرهاب، فأصبح الإرهاب لا يملك سوى مهاجمة الإمارات بأذرعته الإعلامية بالتشويه تارة وبالتحريض تارة أخرى، فالرئاسة والحكومة الشرعية ومعها المجتمع الدولي يثني دائما ويقدر الدور الإماراتي في محاربة الإرهاب في اليمن، فلا ينكر ذلك إلا جاحد، لا يمكن أن تغطى عين الشمس بغربال.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث قالت أن الجماعة الحوثية في اليمن أقرت بأن موافقتها على اتفاق ستوكهولم الشهر الماضي أدخلها في نفق مظلم وأفقدها كثيرا من الأوراق الإنسانية التي كانت تتزايد بها في أروقة المجتمع الدولية. وأضافت الصحيفة أن حسن زيد وهو قيادي حوثي ووزير في حكومة الانقلاب بصنعاء كتب على الفيسبوك ما بعد مشاورات السويد ليس كما قبلها، مضيفا أن المشاورات التي تمت برعاية أممية امتصت الحملة الإعلامية والحقوقية التي كانت تتبناها الجماعة في وسائل الاتصال العالمي وكذلك في الهيئات والمنظمات الرسمية والأممية والجماهيرية. وتابعت الصحيفة أن زيد اعترف أنه عوضا عن ذلك بات التركيز حاليا على عراقيل تنفيذ الاتفاق وتفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه، معتبرا أن الشيطان على حد تعبيره أدخل جماعته في نفق مظلم جراء الموافقة على اتفاق السويد. وإلى صحيفة البيان الإماراتية حيث تناولت خبر يقول أن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني كشف أن قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف أحبطت هجوما حوثيا حاول استهداف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة بطائرة مسيرة إيرانية الصنع. وقالت الصحيفة أن الأرياني قال في حسابه على تويتر: قوات الجيش بدعم من التحالف تحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة لواء صغير بن عزيزة عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة. وأضاف: هذا تأكيد لنوايا الميليشيات الحوثية الإيرانية نسف اتفاقات ستوكهولم والدور الذي لعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة. وفي صحيفة البيان أيضا نشرت مقالة للكاتب جمال الكشكشي بعنوان: إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لقد فاض كأس السياسة. وقال الكاتب في المقال: لقد فاض كأس السياسة من استفزاز الحوثيين، فالشرعية اليمنية ذهبت إلى كل جولات السلام وقدمت الكثير من التنازلات، ذهبت وأيديها ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاثة. وذهبت الوفود الوطنية للمشاورات حاملة معها قضية وطن ومصير شعب ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة والمدعوم وطنيا وإقليميا ودوليا وبمرجعيات لحل السياسي الثلاثة. أما الطرف الآخر يعمل لحساب أجندات خفية غير معلنة ألحقت أضرارا جسيمة باليمن وطنا ومجتمعا وبدعم مادي وعسكري من قبل إيران، فبات من الضروري على المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة اللجوء إلى قرارات صارمة وملزمة، منها على سبيل المثال التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم تقرير شامل وواف عن سير تنفيذ الاتفاق والعمل على إصدار قرار بموجب البند السابع يتيح للدول الأعضاء استخدام القوى ضد الطرف المتسبب في استمرار الأزمة الإنسانية. نشر موقع سكاي نيوز عربية خبرا يحمل عنوان: وعيد وتهديد الرئيس لجنة دولية، العبث الحوثي تجاوز الحدود. وفي بداية الخبر: في أحدث حلقة من مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة في اليمن، شن الناطق باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام هجوما عنيفا على رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة باتريك كامريت. وأضاف الموقع أن هجوم عبد السلام على رئيس لجنة إعادة الانتشار واتهامه بالخروج عن مهمته يأتي وسط إصرار الميليشيات على عرقلة تنفيذ اتفاق السويد، وبعد دعوة وجهها المدعو حسن زيد أحد منظري الحوثي إلى طرد كامريت والاعتداء عليه. وإلى صحيفة العرب اللندنية حيث تناول الكاتب هاني مسهور مقال بعنوان: قصور المقاربات الأمريكية لحل الأزمة اليمنية. وبدأ الكاتب المقال:
الولايات المتحدة لن تمتلك حلولاً واضحة لحل الصراع في اليمن، ويؤكد ذلك اكتفاء المسؤولين الأمريكيين بدعوتهم المستمرة إلى حل الأزمة في اليمن دون تقديمهم خطوط لحلول مقترحة. ما يمكن وصفه أن الولايات المتحدة لوحت باستخدام العصا الغليظة عندما هددت للمرة الأولى بتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، مما دفع بالحوثيين للمشاركة فيما أطلق عليه من جانب الأمم المتحدة مشاورات لإجراءات بناء الثقة، إلا أن الأمم المتحدة حولت المشاورات الهشة في ستوكهولم إلى اتفاق السويد، واستطاعت بريطانيا تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي. وتابع الكاتب على الإدارة الأمريكية أن تعود وتستخدم عصاها الغليظة مجدداً لإجبار الحوثيين على تنفيذ القرار الدولي في إطار خلق أفق سياسي ممكن يعالج الأزمة. واختتم الكاتب المقال: تظل المقاربات الأمريكية للأزمة اليمنية محدودة وضيقة للغاية، فضلاً عن كونها تؤشر على عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أهداف استراتيجيتها حيال النظام الإيراني. فعدم قدرة البيت الأبيض على خلق فرصة تسوية في اليمن يعني أن الأمريكيين لن يستطيعوا تحقيق نجاحات في ملفات أكثر تعقيداً في لبنان وسوريا والعراق. كذلك نشر الكاتب هاني مسهور في صحيفة العرب اللندنية مقالا تحت عنوان الإسلام السياسي نتائج الخرافة والغوغائية. وقال الكاتب في المقال: يجب وقف الإسلام السياسي كليا وجعل الدين أمرا شخصيا، يجب وقف هذا التيار الغوغائي الذي يتلاعب بحياتنا ومستقبلنا. نحن نستحق مستقبلا أفضل، فذات يوم كنا أكثر تقدما من كل الشعوب التي حولنا، لكننا أصبحنا بسبب التعصب الديني من أكثر الشعوب تراجعا. وتابع الكاتب: النظرة للمستقبل القريب في عالمنا العربي ليست مطمئنة أبدا، فما حدث ويحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا مما أفرزته صراعات الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، وحالة التصادمات العنيفة بين الكتل المتشددة فكريا لم تأتي من فراغ، بل هي نتائج انغلاق تحول إلى تصلب وصل إلى عنف الإسلام السياسي الذي يحاول الإخوان المسلمين وكذلك النظام الإيراني ركوب صهوته للوصول إلى السلطة، وهذا يمثل عامل التدمير الأول والأكثر شراسة للشعوب الإسلامية. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع اخترنا لكم مشاهدين الكرام هذا الكاريكاتير من صحيفة العرب اللندنية. بهذا الكاريكاتير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، حتى الملتقى لكم منا أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.